اطار المراقبه اللي مجموعه من المخازن بكل من المدن الدار البيضاء بني ملال خريفكا وواتزم وفاس التي قامت بها الفرقه الوطنيه الشرطه القضائيه بتنسيق مع مصالح الشرطه القضائيه في الدار البيضاء وبني ملال خريفكا وواتزم وفاس بالتعاون مع مصالح الجمارك والدار غير مباشره والمكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه. تم الوقوف على مجموعه من الخروقات اللي تتعلق سواء بالمخالفات الجمركيه، كما تمت معاينه مجموعه من المنتوجات او الخمور المنتهيه الصلاحيه او المخزنه بطريقه غير صحيحه لعدم استجابه للمعايير المعموله بها، فكان لابد من اخضاعها للخبره التي اكدت بعدم صلاحيتها للاستهلاك، وهي التي نقوم الان باتلافها حوالي 20868 قنينات نبيض احمر و800 علبه للجعه.